السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم خير في دوحة الخير اللي تتجهز لاحتضان أول قمة عادية عربية في الدوحة بعد حوالي ساعتين من الآن. صباح الخير حصة. صباح النور يا دعاء، وجعل صباح مشاهدينا بخير، ودوحة الخير ترحب بكل أصحاب السمو والرؤساء العرب اللي شرفوا الدوحة بحضورهم، واللي كان في مقدمة مستقبليهم صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. بالإضافة إلى أن الدوحة تستضيف الحدث العربي الكبير، فهي تناقش في أعمالها قضايا هامة وحساسة تمر بها منطقتنا العربية. وكالعادة دوحة الخير هي دوحة الهمة للتقريب بين الأخوة وحل المشاكل بالحوار. نسأل الله السداد والتوفيق للقادة المجتمعين لما فيه الخير للشعوب العربية، وأن ينتج فعلاً عن قمة الدوحة كل ما يساهم في استقرار عالمنا العربي وتطوره وازدهاره. برنامج الصباح رباح نبدأ فيه اليوم بمواكبة هذا الحدث. يسعدنا أن نستقبل معنا اليوم للإضاءة أكثر على هذا الموضوع الإعلامية ريم الحرمي. صبحت الله بالخير. هلا والله، صباح النور. طبعا صباحت الحمد لله. تمام تمام الحمد لله، صباحنا حلو مليان بالهمة. أكيد أكيد. طبعا ريم، بداية أنت منورتنا. شلون تنظرين لهاي القمة العربية اللي تعقد في الدوحة من وجهة نظر إعلامية؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القمة هذه تحصل الآن في وقت عصيب جدا تمر به المنطقة العربية، فعندنا نزاعات ودول لا تزال في طور تكوينها بعد خروجها من الثورات العربية، تحتاج إلى دعم وجهود جبارة ومتكاتفة من جميع الدول العربية ومن جميع المؤسسات الحكومية سواء العربية أو الدولية الأخرى. فأعتقد أن وقت القمة في هذا الوقت الآن مهم جدا لبحث سبل وأسس التعاون والتكامل بين الدول العربية أجمع. طيب، يعني بعد أقل من ساعتين إن شاء الله ستبدأ الأعمال القمة، فهل تطلعين على المحاور الأساسية اللي راح تتكلم عنها القمة؟ طبعا الملف الأبرز في هذه القمة والملف المتصدر لهذه القمة هو الملف السوري، وكذلك هنالك الملف الفلسطيني، وأخيرا هنالك ملف إصلاح وإعادة هيكلة الجامعات الدول العربية. أنظار الشعوب العربية كلها تتجه للدوحة اليوم، يعني للقمة، فشنو ممكن تقدمه هاي القمة للشعوب العربية؟ طبعا لا يخفي على أحد أن دولة قطر أصبحت في السنوات الأخيرة لاعب بارز ومهم في المنطقة العربية والعالمية كذلك. فدولة قطر كانت وسيط وبين كثير بين الدول المختلفة وبين الدولة الواحدة. فأعتقد أن دور قطر اليوم ووجود القمة في الدوحة سوف يكون له أصداء كبيرة وواسعة لما لدولة قطر من سمعة مشرفة في المحافل الدولية، ولقدرة سمو حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على إرساء دعائم الديمقراطية وإرساء التعاون والسلام بين الدول العالم أجمع. طيب، يعني أستاذة ريم، شو اللي راح يميز هذه الدورة عن الدورات السابقة؟ طبعا الدورة هذه مثل ما قلت سابقا تحصل في ظروف صعبة جدا، لعل الأبرز منها الملف السوري. وللمرة الأولى سوف يكون هنالك تمثيل من الائتلاف، ائتلاف الثورة السورية بقيادة أحمد الخطيب الذي سوف يمثل سوريا ويمثل المعارضة السورية. فهذه خطوة كبيرة أعتقد، وظروف استثنائية تمر بها القمة. تعتقدين أن هذه القمة تلبي طبيعة المرحلة الحالية التي تعيشها الشعوب العربية؟ طبعا القمة العربية و يعني خلنا نقول مخرجاتها لن تتحقق إلا بالتكاتف والتكامل العربي بين الدول الأعضاء. طبعا الآن بحسب مسودة القمة سوف يكون هنالك أجهزة جديدة واستحداث تلبي طلبات الشعوب العربية، خصوصا بعد الحراك الشعبي الأخير والثورات العربية. فإن شاء الله نستبشر خير. إن شاء الله. إذن يعني سؤالنا الأخير، ماذا تتضمن يعني مسودة الختامية للقمة؟
طبعا بالنسبة للملف السوري سوف تتضمن تخلي بشار الأسد عن الحكم والانصياع للشعب الذي قال كلمته ومات الآلاف مئات الآلاف ربما الآن منه. كذلك هنالك تركيز على بناء سوريا وإعمار إعادة إعمار سوريا وإشراك طبعا المعارضة السورية الآن. أما بالنسبة للملف الفلسطيني فسوف يتضمن المشروع الختامي أو مسودة المشروع الختامي بشكل أصح صندوق لإعادة بناء البنى التحتية لفلسطين والتوقف عن تهويد القدس من الجانب الإسرائيلي والرجوع إلى حدود 1967 للأمم المتحدة وطرد كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي. أما بالنسبة للقضية الثالثة أو الملف الثالث وهو إعادة هيكلة جامعة الدول العربية فسوف ينص هذا الأمر على إن شاء الله عمل وفد وزاري بقيادة وبرئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وبعضوية كل من فلسطين والأردن ومصر لبحث مشاورات مع الأمم المتحدة وبحث مشاورات مع الاتحاد الأوروبي والتجمعات الدولية الأخرى. كذلك سوف يتم إشراك الشعوب العربية والشباب العربي بشكل خاص في هذه في اجتماعات الجامعة العربية. طبعا كما نوهت سابقا أنه كل هذه الأمور سوف تظل حبر على ورق إلا إذا تحرك جميع الدول العربية تحركوا وساهموا في إنجاح هذه القمة. الإعلامية القطرية والمحللة السياسية ريم الحرمي أنا أقول لك شكرا ويعطيك العافية ونسأل الله فعلا يعني السداد والتوفيق لهذه القمة أن تصل إلى المنشود. آمين إن شاء الله. طبعا احنا عندنا حين مقال من جريدة العرب طبعا بعد يتكلم عن موضوع القمة العربية اخترنا المقال للكاتب فيصل محمد المرزوقي حمل عنوان قمة تحتاج إلى همة تناول فيها القمة العربية اللي ستنطلق في الدوحة قبل ظهر اليوم معتبرا أن تمنيات الأمة العربية تحتاج إلى همة لكي تتحول إلى واقع ملموس وخلص إلى أن الدوحة كما هي عادتها على موعد دائم مع القمم وبهمة على موعد دائما مع القمم وبهمة قيادتها سترى هذه الأمة إن شاء الله نورا قد أزف سطوعه وإشراقت شمس أمة جديدة أمة آن لها أن تذوق طعم العزة والكرامة والقوة في مواجهة التحديات. إيش رأيك بالكلام أستاذة؟ تمام جميل جميل أنا شلون سويت؟ أمانة يعني فعلا الدوحة قاعدة تقوم ب يعني دور وايد كبير بارز في يعني في الإصلاح في الحوار البناء. نعم يعطيكم العافية يعطيك العافية وشكرا العافية. يعني على وجودك وحضورك المشرف معنا كقطرية إعلامية يعطيك العافية. بعد وقفتنا مع الحدث الأبرز في الدوحة اليوم بنعود لمواضيع حلقتنا اليوم ومنها التلفزيون والأسرة وتأثير المسلسلات مع الأستاذة نورة المناعي ونشاطات أخرى مدرسية مع نيلة ونساء الخليج في كتاب وغيرها وغيرها من الفقرات والمواضيع تابعوا معنا. وصلنا إلى فقرة الصحف نبدأها بتلخيص العناوين اللي أبرزتها الصحف الإقطرية الصادرة صباح اليوم ومن بينها احتضان الدوحة قمة العرب المصيرية اليوم وترأس حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أعمال هاي القمة في دورتها العادية 24 حيث يلقي سموه كلمة تاريخية يستعرض خلالها أهم التحديات اللي تواجه دول المنطقة بالإضافة إلى تطلعات وطموحات شعوبها. نشوف باقي العناوين. نبدأ مع العرب. الشورى يناقش موازنة المشروعات الرئيسية رفع توصياته إلى مجلس الوزراء. الداخلية تدشن سيارات الفزع الجديدة على الطرق السريعة. الآداب والعلوم تطرح 6 برامج ماجستير ودكتوراه في اللقاء المفتوح للتعريف ببرامج الدراسات العليا. 5032 متدرباً في برامج التطوير المهني للفصل الدراسي الأول. وفي الراية تمديد فترة التقديم للرخص المهنية حتى نهاية العام. انتدابات جديدة بوزارة العدل. حماية تطلق حملة الأمن والسلامة بالجامعات والمدارس. العلمي يصقل مهارات الشباب المهنية عبر دورات في الميكانيكا والإلكترونيات والخراطة والحاسوب. وعنونة الوطن
9000 متطوع في مركز قطر. مسارك يراقب حافلات المدارس. افتتاح معرض الفنان عبد الرحمن السليمان في الإبداع الفني. البيئة، إزالة مخلفات تضر بالمناطق البرية. والآن مشاهدينا خلونا نشوف أنشطة الدوحة لهذا اليوم 26 مارس. مشاهدينا وصلنا إلى سؤال اليوم اللي يقول في أي عام عقدت أول قمة عربية عادية في الدوحة؟ 1990، 2009، 2013. إذا عرفتم الجواب بإمكانكم تتصلون على الرقم اللي تشوفونه على أسفل الشاشة. على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه واستضافة الدوحة للأسبوع الخليجي للمياه، أطلقت شركة كهرماء حملة ترشيد التي من شأنها توعية المواطنين والمقيمين على أهمية المياه وكيفية ترشيد استعمالها. ومن ضمن هاي الحملة عرضت على مسرح قطر الوطني مسرحية ترشيد الخير للمخرج شعيل الكواري، واللي توجهت خاصة للأطفال. هذا بالإضافة إلى سلسلة نشاطات متنوعة استمتع فيها الأولاد. نشوف التقرير. إن مثل هذا الصدم سوف يهدر الكثير من الماء. احتفالياتنا تشكل في 3 أيام من فعاليات موجهة للأطفال طلاب المدارس من خلال مسرحية ترشيد الخير. هي كتبت وصممت فقراتها وأغانيها للأطفال، أخرجها وألفها الأخ شعيل الكواري، والحمد لله كانت اليوم أول فعالية. الحمد لله استقبلوها الأطفال بمنتهى الروعة، تجاوب معاها وغنوا معاها، ومن ثم تتابعت وراءها بعض الفعاليات الأخرى، المسابقات وبعض الأنشطة للأطفال من رسم وتلوين وتصوير مع قطورة وكهروب اللي هم الكاركترز الخاص بكهرماء. مسرحية ترشيد الخير كان هدفها ان احنا نوصل اهداف الحمله عن طريق المسرحيه. زين، اكيد الاطفال بيقرون بالكتالوجات او بالكتيبات، ولكن عندما يشاهد وجاي فرحان وعنده الرغبه فراح يسمعها بشكل تلقائي. وايضا موجوده ايضا من ضمن الاغاني اللي 5 أغاني اللي عملناها. فلكن لابد من الحبكه في المسرحيه، فعملنا هذا بقصه حلوه ان 2 من اللي هو مسعود ومسعود يلعبون بالماي، فياتي نصوح صديق اخوهم نصوح فينصحهم يعني ليش تتبذرون بالماي، ليش ما تستخدمون السطل، بشكل كوميدي وجميل. اكثر الدول تقدما اكثرها ترشيدا للماي والكهرباء. الله، وهذه رساله جدا وصلناها، عندما تشوفون هدر ماي او كهرباء او مشكله لا نحاول ان احنا نتدخل، بل احنا نقول اتصلوا بطوارئ. كنا نقول 991 وحفظناهم هالرقم. طبعا حمله ترشيد هي برنامج وطني للترشيد اطلق تزامنا مع يوم الارض في سنه 2012. هي حملة تمتد بإذن الله ل5 سنين، هدفها الرئيسي هو ترشيد الكهرباء والماء للحفاظ عليهم والحفاظ في نفس الوقت على بيئة قطر. هذه خطة دولتنا الرشيدة، هذه الحكمة لدولتنا الرشيدة. ترشيد الخير، يعني حتى اسم المسرحية أمانة وايد حلو، يحمل شيء فيه فضائل، لما في الخير من فضائل لما في الماي.
بعد ايضا من فضاء اهميه وغير هذه لاحظتي ان المسرحيه باللغه العربيه فتعزيز اللغه ايضا يعني جميل عند والاطفال متفاعلين. انا سمعت صوت ضحك بالضبط مرح وفي نفس الوقت تثقيف. مشاهدينا بعد الفاصل بنكون مع الاستاذه نوره المناعي وموضوع تاثير المسلسلات وغيرها من المواضيع. الآن مشاهدينا وصلنا لاتصالاتكم على سؤال اليوم اللي يقول في أي عام عقدت أول قمة عربية عادية في الدوحة وليست استثنائية؟ عادية وليست استثنائية. عام 1990، 2009، 2013. عندنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معاي؟ معكم مسعود. هلا، من وين تكلمينا؟ من الريان. شلون صباحك اليوم؟ والله بوجودك حلو ان شاء الله. صباحك قمة. الله يسلمك. الله يسلمك. دائما ان شاء الله دائما شوي. طيب سمعتي سؤال اليوم؟ والله عدي ثاني. اجابتك اعيده؟ اي والله. متى عقدت اول قمة عربية في الدوحة، اول قمة عادية عربية في الدوحة وليست استثنائية؟ نعم. 1990، 2009، 2013. 2009. طيب هي عادية وليست استثنائية. في 1990، 2009، 2013. 2009 إن شاء الله. يعطيك العافية وخليك موصلة معنا لنهاية الحلقة. في اتصال ثاني؟ في اتصال. نقول ألو، صباح الخير. ألو، صباح الورد. هلا، صباح الخير. يعطيكم العافية، كيفكم؟ الله يعافيك، تمام الحمد لله. سمعتي سؤال اليوم؟ سمعته عام 2009 إن شاء الله. أول شيء من معنا قبل أول قمة؟ معكي رسمية. من وين؟ من الريان. أوكي، أول قمة عربية عادية. ساعديني فيها شوي. إيه، ما أنتي قلتي إيش اخترتي أنت الحين؟ 2009 إن شاء الله. أوكي، أنا الحين أقول لك أول قمة عربية عادية وليست استثنائية. طيب عارفة، خايفة تخربطيني يعني. لا لا لا، ما خربطتك، ثقي فيني. 2009 شو رأيك؟ رأيك أول قمة عربية عادية، أعطيك last chance، قلها تغير. طيب 2013. يعطيك العافية وخلك معنا لنهاية الحلقة. باتصال آخر. ألو، صباح الخير. ألو، صباح رباح. ألو، صباح الخير. صباح النور والسرور، من معاي؟ معك سارة. يا هلا ومرحبا، من وين تحكينا؟ من الدخان. يعطيكم العافية. الله يعافيك. طيب إن شاء الله. الله يسلمك، يعطيك العافية. شلونك مع برنامج الصباح رباح؟ والله الحمد لله بخير، دائما أنا أتابع البرنامج وبرامج صراحة فقراتكم وايد حلوة. الله يسلمك ويسعدنا التواصل. سوق الخضرة، بس إن شاء الله نتمنى أن تجيبون عن سوق السمش بعد إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله جايينكم بالمزيد باذن الله. إن شاء الله. سمعتي سؤال اليوم؟
إن شاء الله. أنا أقول عام 1990 إن شاء الله. طيب إحنا نقول قمة عربية في الدوحة وعادية وليست استثنائية، غيري شوي في احتمالاتك. عندك 2013. نقول 2013 إن شاء الله. يعطيك العافية وخليك متابعة معنا. وناخذ اتصال ثاني ونقول ألو. صباح الخير. ألو. صباح الخير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. كيف حالكم؟ الحمد لله. من معنا؟ حياة من الوكرة. من؟ حياة. حياة، هلا فيك يا حياة. أهلا. سمعتي سؤالنا لليوم؟ أيوة سمعته. 2013 إن شاء الله. 2013، وخلت معنا لنهاية الحلقة عشان تعرفين الفائز. وفي اتصال بعد آخر. صباح الخير. ألو، صباح الخير. صباح رباح معاكم. صباح الأنوار. والسلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا. من معاي؟ شاركين معنا، أنت على الهواء. من معاي؟ معك أم أحمد. لو تبعدين شوية عن التلفزيون علشان نسمعك عدل يا أم أحمد. حاضر. حضر لك الخير. وين تكلمينا؟ من الريان. من الريان. صباحك ما شاء الله واضح تلفزيوني. الحين تسمعينا واضح؟ صباح الرباح معاك أكيد يعني. الله يسلمك، تشرفنا يا أم أحمد. أم أحمد سمعتي سؤال اليوم؟ سمعنا. إجابتك؟ 2013 إن شاء الله. 2013، يعطيك العافية. الله يعافيك. خلصنا اتصالات عيال. خلينا الحين مع وقفاتنا العديدة خلال الأسبوع في الصباح رباح نروح لمدارس عشان نغطي فعالياتها والأنشطة الحاصلة فيها. واليوم نيلة وفريق عمل الصباح رباح موجودين في مدرسة أبي أيوب الأنصاري الابتدائية المستقلة للبنين. صباح الخير نيلة. صباح النور دعاء وحصة، وصبح على مشاهدينا الكرام. صباحنا اليوم مليء بالحيوية والنشاط. صباحنا في مدرسة أبي أيوب الأنصاري الابتدائية المستقلة للبنين، وناس ما تشوفون وراي يمكن مبينين الطلاب طبعا مستعدين حق نشاطهم الرياضي، واللي قاعد يدربهم نادي العربي الرياضي ويدربهم على ألعاب القوة اللي تنمي العقل وبعد تزيد الثقة في النفس. وناس ما نعرف أن العقل السليم في الجسم السليم، وهي الرياضة اللي راح تشجع إن شاء الله عيالنا للمستقبل. والحلو أن الأطفال مستعدين حق هذه الألعاب وحابين يشاركون فيها ويلعبون فيها. وأنا من خلال يعني قبل أطلع معاكم على الهواء قعدت أسولف مع الصبيان الصغار وحابين هالرياضة ومستمتعين في هاي النشاط اللي اليوم صاير في المدرسة. براويكم هاي الأنشطة لكن مو بالحين، في الوقفة الثانية إن شاء الله أرجع لكم في الاستديو. يعطيك العافية نيلة. أحس واضح أن نيلة متفاعلة معاهم كونها لابسة هذا الشعار وداخلة يعني الجو معاهم يعني. بعد أنا يعجبني تفاعل الأندية الرياضية مع المدارس. أنا أسمع أن كثير من الأندية الرياضية قاعدة تروح المدارس وتنتقي أكثر الأولاد اللي يعني متفائلين فيهم أنه مثلا يكون لاعب كرة قدم أو لاعب يد، فقاعدين ينتقون ما يعني مش ناطرين الأهالي أن الأم والأب طبعا الله يعطيهم العافية مشغولين يأخذون عيالهم يودونهم. فيعني الأندية فعلا قاعدة تلعب دور كبير في أنهم يبرزون لنا اللاعبين في قطر. أكيد. عندنا الحين كتاب نساء الخليج، هو باكورة عمل لعدد من الباحثات والباحثين من مختلف الجامعات العالمية. وقد تفضلت الشيخة موزة بنت ناصر بكتابة مقدمة هذا الكتاب واللي دعت فيها سموها إلى ضرورة البحث عن آليات تساعد على تصويب المفاهيم الخاطئة حول المرأة في المنطقة. للمزيد حول هذا الكتاب نشوف التقرير التالي. دراسة أكاديمية هي الأولى من نوعها، يرصد كتاب نساء الخليج الذي أصدرته دار بلومزبري مؤسسة قطر للنشر تاريخ المرأة العربية والمسلمة ومسار حياتها في منطقة الخليج العربي منذ عصر ما قبل الإسلام إلى غاية اليوم. تعود فكرة تأليف هذا الكتاب إلى صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كما قامت سموها بكتابة مقدمة الكتاب الذي يجمع في مجمله مساهمات 25 باحثا وباحثة من مختلف الجامعات العربية والعالمية. وقد حررتها الدكتورة أميرة الأزهري سنبل أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورج تاون في قطر.
فصول الكتاب تقدم خطاً زمنياً يشمل 4 مراحل من تاريخ الخليج العربي: العصور القديمة، في القرون الوسطى، ثم بدايات الحداثة وصولاً إلى الحقبة المعاصرة. ويقدم الكتاب خطابات خاصة بحياة النساء، إضافة إلى عرض النظام القانوني والقوانين التي تتعلق بالنساء والأسرة منذ فترات ما قبل العصر الحديث حتى اليوم. يبقى أن هذا الكتاب وفق المشاركين في تأليفه هو مجرد بداية بحثية تفتح المزيد من الأبواب، ودعوة جادة للنشر والكتابة والبحث من أجل توسيع المعرفة. طبعاً يعني هي ذكرت أن الكتاب يتكلم عن الأسرة والمرأة في الخليج، وهاي يعني الأمور اللي إحنا نهتم فيها عشان نطور من الأسرة. نعم. فالحين بعد بنتكلم عن الأسرة وتأثير الشاشة في الأسرة. صحيح. فكلنا نعرف أن منذ نشأة الشاشة الكبيرة اللي هي السينما، كان ولا يزال هناك تأثيراً كبيراً يتركه علينا أبطال الأفلام من خلال أدائهم المميز، أو من خلال الشخصيات والأدوار اللي يقومون بتأديتها. ولكن مع وفرة وكثرة المسلسلات التلفزيونية اللي باتت تدخل بيوتنا من دون أي استئذان وبشكل متواصل من دون أي ضوابط، أصبحت لهذه المسلسلات تأثيراً خطيراً بات يبعدنا عن عالم الواقع ويأسر أفكارنا وخيالنا من دون أن ندرك مدى خطورته. تأثير المسلسلات التلفزيونية على حياتنا اليومية هو موضوع فقرتنا لليوم مع ضيفتنا الأستاذة نورة المناعي، الاستشارية في مركز الاستشارات العائلية. صباح الخير. أهلاً وسهلاً. شلون صباحك؟ الحمد لله. الحمد لله. أنتم كيف حالكم؟ الحمد لله بخير وصحة وعافية. أستاذة نورة، ما مدى تأثير هذه المسلسلات التلفزيونية على حياتنا؟ هاي سؤال بحر. لأن يعني كثير من الدراسات طلعت في هذه المواضيع، يعني وخاصة يعني أنا الفقرة هذه مجرد تنبيه يعني حق أولياء الأمور أن يعيدون برمجة ذاتهم ويلاحظون أولادهم ويلاحظون أنفسهم أيضا شنو قاعد يدخل من هذه المسلسلات على بيوتهم. ما أقول لك أنا في جانب إيجابي، يمكن في بعض المسلسلات تكون شوي فيها رقي، سواء كانت أجنبية أو عربية أو حتى خليجية، فيها رسائل. أيوة فيها، يكون فيها إثراء، يعني مثلا تشوفين طبيعة، التعرفين على معالم وعلى طباع ثقافة. وثقافة أخرى، هاي جانب إيجابي. ساعات يكون ترفيه، تشوفين مناظر ما تقدرين توصلينها، فهذا جانب حلو يعني إن الإنسان ويصير متنفس للشخص بعد ضغوط، خاصة إذا كان الموضوع ما في تركيز، يعني يعني البرنامج يكون مفرح أو مسلسل نعم يكون مفرح وأسري عادي. لكن إذا جينا إلى شقين اللي هو المسلسل الدراما أو مسلسل العنف، نتكلم أول شيء عن تأثير على الأطفال. بنشوف تأثير هذه الأطفال، الطفل عنده خيال واسع، يعني ما يقدر الطفل يفصل بين الحقيقة والخيال، وهني المشكلة الخطورة أن الطفل يقلد. تقولش الدراسات أن إذا الطفل أو الشخص البالغ طالع البرنامج لمدة 3 ساعة يصير تغيرات فسيولوجية في داخل الشخص كأنه هو البطل. أنت متصورة ما تشوفين فيلم ساعات وتبكين؟ هل هذا في حال لو هو تأثر؟ هو بيتأثر. مسلسل طالعينه بعضهم 100 حلقة، شلون ما يتأثر؟ لابد أن يتأثر. الحين أنت قلتي مقطع كلامك لبالخير، أنت قلتي أنه هو يقعد لمدة 3 ساعة، أقل حاجة إذا قعد 3 ساعة ما في برنامج 3 ساعة مسلسل. لا، لكن أنا ألاحظ أن الناس الحين صارت تقعد قدام المسلسلات، بس يعني مش مسلسل. في ناس صارت تخلص مسلسل يبتدي المسلسل الثاني. أيوة. يعني ليش يقعدون كل هالمدة قدام؟ هل هو فراغ؟ أنا قلت لك مش بس فراغ، ساعات يصير يعني مثل التوحد مع الـ مع الـ مع الشخصيات اللي تمثل، يعني مثلا الاطفال يشوفون البطل ينط من جبل لجبل، يطير بالسياره، ودي يصير هو، فيصير توحد، يتقمص شخصيه هاي، وتلقينا نفس الشيء حركاته طالع عياله وهو يطالع المسلسل، دمد عيونه وحلجه، وساعات يتجمد في هذه كلها الطاقه المشحونه اللي قاعد ياخذها، وين بتطلع بعدين؟ لابد انه بيصير لها متنفس، فتشوفي اياه اليمه ثانيه اصغر منه عفوا، او موقف ثاني بينهد فيه، لان كل يوم قاعد يعبى عنف عنف عنف، فيصير عادي. اذا ما تاثر في هذا الموقف سواء كان عنف او دراما، اذا ما تاثر فيه بيتعود عليه، يتعود يشوفه، مش شرط هو يقلده،
يتعود إنه يشوف، وإذا ما تعود شافه صار في آخرين يصير يقول عادي. نعم. هاي اللي صار عندنا الحين، الحين البنات قاعدين يطلعون مسلسلات، البنت عندها موبايلين وعندها صديقين في الكلية وثالث على النت، ولما تقولين لهم هذا شيء غير واقعي، يعني هذه مهمة الآباء في هذه اللحظة أن يتواجدون مع أبنائهم. نعم. أثناء المسلسل. المسلسل. ويردونهم للواقع. هو يتواجدون ولا يمنعونهم؟ لا ما يمنعونهم، ما يقدرون يمنعونهم، تمنعهم عن واحد اثنين. تدرين ذيك المرة 70 مسلسل في رمضان، يعني متى بيعرض؟ يعني اليوم 24 ساعة كم مسلسل يعرض في اليوم؟ لابد سوون بنات المدارس، أنا حاضرة محاضرات هناك. نعم. تقول أبلا سوي جدول، جدول للمسلسلات في أي قنوات يطلعون وأي وقت، إذا فاتك هني طالعي في القناة الثانية، إذا فيها القناة قناة. طيب أستاذة وين يدخل دور الأم في هذه الحالة؟ تواجد الآباء لما يعرض المسلسل ويقعدون تقول حق البنت يا حبيبتي هاي ما صار، أنت تشوفينه في بيتنا، تشوفينه ببيت أمتك، بنت تدخل ولد في بيتها أو في حجرتها، فهل هذا عادي؟ إذا يعني دور الأم يعني فعلا موجه ومطلوب. نعم. في هذه نعم أنا ما أمنعها، من حقها تشوف، وهذا شيء ما يحكم، لأن الفضائيات حتى في التلفون تقدر تطلع المسلسل. شلون أقدر أحد منه؟ أنا أنزلهم للواقع، وبعدين هم أساسا أنا نشأ فيهم قيم، عندهم مقياس يعرفون القط من السمين، يعني حتى هم عندهم مقاييس لعيال لما يطلعون تلفزيون، أوه هذه يعني مبالغ فيه، هذه ما جادت الدور، فيعرفون. بعدين أنا أمس كنت أتناقش مع بناتي، يقول يا يما هو هذا الخطر على الأطفال، إحنا لا لا هم أي بعد، لأن يصير عندهم عادي مدام هم قاعدين يحصلون منه لذة ونشوة فبيكررونه. بس في أمهات يعني أحيانا نلاحظهم هم من يتابعون. صحيح. فبالتالي يعني أوكي عيالي جدا يصير متنفس. أي نعم. ساعات مثلا الزوجة مقهورة وتشوف أن الزوجة دي قاعدة تنتقم من زوجها، هاي حالة نفسية، يعني حالات غصبا على الإنسان. كان أقول ليش الأطفال توحدون مع البطل، أو أن يشوفين أب مثلا ظالم وهم عايشين هذا الدور فبيطالعون يبون حل. نعم. فالحاجات مختلفة، في واحد عشان الفراغ ويتسلى، في واحد ما يعرف ينام اللي قدام التلفزيون، في واحد يبي يشوف مناظر ويريح وريلاكس من بعد. ناس وايد طالعين برامج العالم الحيوان وهاي الأشياء، ليش؟ عشان مريح ويطلع شيء ممتع ما يقدر يوصله، وفيها تفكر بعد. أيوة. وبعدين اللاكشري الإثراء يعني اللي عايشين فيها أبطال المسلسل في بعض المسلسلات. نعم. يمثلون طبقة يعني الناس كلها تطالع هذا، تبي تعرف شلون عايشة هالطبقة. حصة ذكرت الأم اللي تطالع، الأم اللي تطالع. نعم. المسلسلات يعني أنا لاحظت في فئتين من الأمهات. نعم. يعني هاي اللي أنا لاحظتها يمكن في أكثر. نعم. في أمهات يطالعون الكوميدي ويطالعون مع أطفالهم البرامج التعليمية والمسابقات التثقيفية. أيوة هاي قليل. وفي أمهات يطالعون الدراما والأشياء. نعم. هذه الأم إلى أي مدى ممكن هاي البرامج تأثر عليها وهي تأثر على بيتها؟ أكيد. شوفي هو لازم أنت بتشحنين، أنت اللي تطالعينه سلبي ولا إيجابي بتشحنين، فإذا كانت الأم تمتع ساعات أقول لك يصير متنفس لحالتها هي. يعني ممكن هاي الطبقة في بيتها. أيوة ممكن الطبقة في بيتها، البنات يطبقون الحين والأولاد. أنت شفتي قصات شعور الأولاد وشلون يركبون السيايير والموتورسيكلات، هذه الأشياء كلها دخلت علينا يعني أحيانا المسلسلات. يعني ما أقطع كلامك إلا بالخير، إحنا نشوف يعني ممكن أنا شخصيا ما أتابع، بس لما أشوف أخذها من منظور آخر بشكل جدا مدروس. أوكي يا أختي الصغيرة مثلا إذا بتتابعين أرجعها للواقع. نعم. على أساس أنه بس مجرد متابعة، هي يعني مثلا أطلع لها صورة أب قاعد يضرب زوجته في كل الحلقات عنيف ألفاظ سيئة، يعني هاي ما يمثل أب. حبيبتي ترى ما في أحد كذي، أخذ أنا صرامة. أيوة. أكون جازمة في الموضوع. أنا أقول حق الطفلة أقول حبيبتي هاي مش صج، ما في أب كل يوم يجي سكران على عياله ويضربهم، يعني هذه حالات نادرة أو في حالات سلوكية مرضية مش هي المجتمع، فكل يوم يدخل سكران بيصير عندهم عادي إن لو الأب يدخل سكران بيصير لهم عادي هذا الشيء، لأنها كل يوم تبرمجت 70 حلقة تشوفها كل يوم الأب يدخل بهاي الصورة المشوهة، أو إن أم تخون الزوج، أو واحدة غير متزوجة أيضا عندها علاقات غير مشروعة، يعني فيعطونهم أفكار مسمومة تنمي عندهم سلوك حتى لو
ما جربوه ما يستنكرونه. ما يستغربونه. إذا يعني ما هي أهمية القيام بنشاطات في البيت بس خارج إطار الشاشة، شاشة التلفزيون، أو إطارات أو نشاطات خارج البيت، ما أهميتها في تعزيز فعلاً هذه أو على أساس أن نبعدهم فعلاً شوي عن تأثير الشاشة؟ إحنا قلنا في كل بيت لازم يكون هناك قوانين، والقوانين هذه مدروسة من الأم والأبو، ويعرفون الأولاد في حال مخالفتها إيش بيصير لهم عشان ما يستنكرون العقاب. العقاب يكون حتى موضوع يمكن من قبل الأولاد. أيوه. يعني مثلاً مشاهد مو كل المسلسلات يطالعونها الأطفال، يعني في مسلسلات خادش الحياة، احنا الكبار نفره ما نقدر نطالعه، فتشوفين حتى عيالنا واحنا موجودين يفرونه او هم يغمضون، ايش فيك مغمض؟ قال لا لا هاي عيب. فانت المبادئ اللي تدرسينها عيالك تحاولين قد ما تقدرين. نعم. لان كان اول اسره هي اللي تعلم، يمكن 80% والمدرسه بعد تربي معاها 20%، الحين التلفزيون وسائل الاعلام 60% هم اللي يربون ويدرسون ويعلمون ويغيرون الشخصيات. فيعني لازم نكون حذرين، لازم تكون هناك لجان لدراسة النصوص وشنو قاعدين يقدمون لعيالنا ولنا، لأن غصبا علينا مفروض علينا هذا البرنامج أو هذا المسلسل، وتشوفينه في كل فضائيات العربية موجود، الصبح هني العصر في غير في بلد ثاني، فلا بد من لجنة نصوص ومتابعة أيضا في نفس الوقت من الآباء أو الأخوان الكبار للأطفال في مشاهدتهم لهذه البرامج. نعم. إذن يعني هذه دعوة للجهات المعنية فعلاً أن تكون هناك برامج صحيحة فعلاً تساعد عيالنا على أن فعلاً يتبرمجون بشكل جداً إيجابي مع اللي تشوفونه على الشاشة. يعطيك العافية أستاذة نورة، ما قصرتي على هذا الإثراء. والحين مشاهدينا خلنا نعود النيلة في مدرسة أبي أيوب الأنصاري الابتدائية المستقلة للبنين. هلا يا نيلة. هلا فيكم، أحييكم مرة ثانية، أحييك حصة ودعاء والمشاهدين. نفس ما قلت لكم أن الطلاب قاعدين يلعبون الألعاب الرياضية، نفس ما تشوفون هنا خلفي في مجموعة من الأطفال يلعبون ألعاب القوة، وبعد يعني هاي الألعاب اللي قاعدة تشجعهم أنهم يثقون في نفسهم ويقدرون أنهم يعني إن شاء الله في المستقبل يكونون لاعبين منتخب أو يلعبون أي نادي يحبونه. راح أسوي مع كذا طالب مقابلة. ما راح شيء. أي صف؟ كنا نبي نشوف المقابلات. أي إن شاء الله بنشوفها. إن شاء الله يمكن يعني بس خلل فني بسيط، ولكن لو لاحظتي نيلة يعني وايد متفاعلة. متفاعلة أنا لاحظت، والأولاد ما شاء الله شفتي الولد لما يحيي زميله وشي الحماس شلون؟ أي. كأنه يشوف القمة قدامه إذا بنذكر القمة. بس بقول لك أمانة يعني هذه النوعية من الأنشطة الرياضية التثقيفية زائد لو بنربطها مع موضوعنا اليوم تأثير المسلسلات، وايد لو أنا أطلع الياهل خارج البيت بأنشطة مثلا مدروسة، أعرف أن الحين برنامج أو مسلسل الكل قاعد يطالعه وصاير يعني حديث الساحة عند الكل صغار وكبار، أنا ممكن أستغل ولدي في هذا النوعية من النشاطات الرياضية، بس يبتعد عن سالفة أنه يتابع هذه المسلسلات. هي حصة بالدرجة الأولى بعد تنفيس، لأن الطالب لو ما قام بهاي الأنشطة وبالذات يعني خلينا أنا ما أقول لك أولاد وبنات، لكن الأولاد بما أن فيهم طاقة أكثر فهم محتاجين إلى هاي الأنواع من الرياضات على أساس يطلعون الطاقة اللي في جسمهم. أيوة. ما يكون في عنف. يعني في فترة من الفترات يعني لاحظت كان فترة الامتحانات تعرفين ساعات المدرسات يبتدون يأخذون الحصص لو أنت تذكرين. صحيح. يبتدي عند الطالبات والطلاب تنفيس، يلعبون بالماي أو يعني تعرفين يبتدون يسوون أشياء سلوكيات. نعم. ما كنا نشوفها في الأيام العادية اللي فيها حصص رياضة. نعم. أو حصص تربية فنية. عشان كذي يعني المفروض إحنا يعني نراقبهم ونكون لصيقين معاهم، بس لو من بعيد. إنزين، على أساس إنه فعلًا يطلع هو بسلوك مدروس. والآن مشاهدينا نستقبل اتصالات على سؤال اليوم. صباح الخير. صباح النور يا هلا حبيبتي. هلا، من معاي؟ كيف حالكم؟ الله يسلمك، عافيتك. الله يعافيك. معك مريم. من وين تحكينا؟ من مدينة خليفة الجنوبية. شلون صباحك اليوم؟ والله صباح جميل مدام، بنشوفكم وبسمع صوتكم. الله يسلمك. جميل والله. الله يسلمك. سمعتي سؤال اليوم؟ اي ان شاء الله. طيب اجابتك؟ 2013. يعطيك العافية، تابعي معنا. معنا اتصال ثاني. الو صباح الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. صباح الخير. صباح النور. من معنا؟
معكم نمر. من وين تكلمينا؟ أم نمر أنا من المطار إن شاء الله. هلا فيك. سمعتي السؤال اليوم؟ نعم. عندك الجواب ولا تبين عيد؟ 2013 إن شاء الله. يعطيك العافية وخليك معنا لنهاية الحلقة. طيب وفي بعد اتصال. ألو صباح الخير. ألو صباح النور أخت حصة. يا هلا ومرحبا، مين معاي؟ معاكي دارين من لوكير. يا هلا ومرحبا، سمعتي سؤالنا اليوم؟ إن شاء الله سمعت حبيبتي. جوابك؟ جوابي إن شاء الله يكون 2013. 2013، يعطيك العافية، تابعي معنا لنهاية الحلقة. في اتصال؟ لا حصة، خلينا نرجع عند نيلة لأن حماسها الظهر هو اللي ضيع الإرسال. ألو نيلة. هلا يا دعاء، أنا معاكم، أنا متحمسة وايد والصراحة خاطري ألعب مع اليهال لكن بلعب بعدين، بس خلوني الحين أراويكم هاي الألعاب اللي قاعدين يلعبونها الأطفال وأسويكم بعد مقابلات معاهم في ألعاب عديدة. المدربين يعطيهم العافية، المدرسات قاعدين مع الطلاب ويشجعونهم على ألعاب الرياضة، والناس ما قلت لكم مساعدنا العقل السليم في الجسم السليم. خلوني الحين أسوي مع كذا فريق مقابلة. صباح الخير، شو اسمك؟ مبارك. مبارك شنو قاعد تسوي؟ ألعب. شنو تلعب؟ كورة. كورة؟ أنت تحب الكورة؟ ناس ما شفتوا هاي مبارك يحب الكورة. وخلونا ننتقل الحين حق الفريق الثاني. صباح الخير. نعم. شو اسمك؟ محمد. محمد شنو قاعد تسوي؟ ألعب. وأي لعبة قاعد تلعبها؟ لعبة الكورة. أي نادي تشجع؟ عربي. يلا الله يوفقك إن شاء الله. وبعد عندنا هناك العديد من الأفرقة وكل فريق مسمينه باسم مناطق الدوحة، في فريق الرويس وفي فريق طبعا الدوحة وفي فريق راس لفان وفي عدة فرقان. خلونا الحين اللعبة الثانية مع الأطفال. هذه اللعبة لعبة القفز، قاعدين المدربين يشجعون الطلاب إنهم يقفزون، والحلو إن الطالب بعد متجاوب مع المدرب. خلونا نأخذ مقابلة مع أحد الطلاب. صباح الخير. شو اسمك؟ فهد. ممكن تعلي صوتك؟ شو اسمك؟ فهد. فهد شنو قاعد تسوي؟ تلعب رياضة؟ شكرا فهد. ناس ما شفتوا مشاهدينا الحين راح أراويكم بعض الهدايا اللي يقدمونها حق الطلاب في المسابقات. والحلو انه مو بس يعطون الطلاب يعني اللي فازوا في هاي المسابقات، لا يعطون كل اللي حتى لو خسر يعطونه. ناس ما تشوفون انا من كثر ما انا متفاعله يعني وحماس فقاعد اعطيكم هالكلام. هذه الهدايا اللي مقدمينها حق الطلاب عشان يحفزونهم ويحبون انهم يشاركون هاي الالعاب الرياضيه. ناس ما تشوفونهم مشاهدينا، انا فقرتي من مدرسه ابي ايوب الانصاري كانت عن الرياضه واهميه الرياضه حق الطلاب وتشجيعهم. راح ان شاء الله اتابعكم في فقرات ثانيه، نرجع لكم في الاستديو. يعني امانه يعطيها الف عافيه. يعطيها العافية وفعلا متحمسة، المفروض يعطونها جائزة على حماسها. وأحلى ما في الموضوع أن تنمية هذه الروح الرياضية يعني لا في يعني في الفوز طبعا وفي الخسارة. هو المشاركة تكفي أن الطالب يحس بقيمة يعني الرياضة نفسها. نعم. لاحظتي الأرض كان عليها لعبة السلم والثعبان. اي فرجعنا ذكريات حلوة. الآن مشاهدينا بعد الفاصل نتابع باقي فقراتنا. رجعنا لكم مشاهدينا وعودنا لاتصالاتكم على سؤال اليوم. في أي عام عقدت أول قمة عربية عادية في الدوحة؟ 1990، 2009، 2013. ألو؟ ألو؟ صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معاي؟ ملك. هلا يا ملك، من وين تحطينا؟ من المرقاب. طيب سمعتي سؤالنا؟ إيه 2013 إن شاء الله. 2013، يعطيك العافية يا ملك، تابعي معنا. ونقول اتصال ثاني. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. ممكن اشارك وياكم؟ ممكن. من معنا؟ معك عائشه. هلا فيك يا عائشه، من وين تكلمينا؟ من الغاني من قديم.
هلا فيك، سمعتي سؤال اليوم؟ سمعتها بس والله مرتبكة شوية. مو بسامعتك صوت الطيارات، لحظة عيدي لي. 2000 مرتبكة؟ لا 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 ترتبكين، احنا بنساعدك، بس قولي لي الإجابة وبساعدك لا تخافين. 2013 ويعطيك العافية وخلك معنا لنهاية الحلقة. معنا اتصال آخر، ألو؟ ألو السلام عليكم. صباح الخير. صباح النور. من معاي؟ معك انتصار من الزغوة. يا هلا مرحبا، أنت معنا في الاتصال الأخير اليوم، إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة، سمعتي سؤال اليوم؟ أيوة أختي. إجابتك؟ 2013 يعطيك العافية، تابعي معنا. وين وصلنا الحين؟ وصلنا الحصة الأكثر فقرة بالنسبة لي أنا حلوة. مشوقة وممتعة اللي هي؟ وأحبها. اللي هي لعبة الأسبوع، الماجنتيك بلاي سنتر. مركز لعب المغناطيسي هي لعبة جديدة اخترناها لكم مشاهدينا لهاي الأسبوع من مركز التعليم المبكر Early Learning Center. الفئة اللي تستهدفها هذه اللعبة هي فئة الأطفال فوق 3 سنوات. هاي اللعبة آمنة غير مصنوعة من مواد خطرة بل من البلاستيك وما فيها ملونات اصطناعية. طبعا هذه اللعبة أتي على شكل حقيبة صغيرة بمجموعة من الألوان، يفتحها الطفل بسهولة وتحتوي على مجموعة من الحروف. هذه الحروف ممكن تكون بهذه الطريقة. هي هذه الحروف عندنا اللي هي اللي اسمها الأبر كيس، الحروف الكبيرة. وعندنا بعد عندك لور كيس، الحروف الصغيرة. ففي منها 40 من الحروف الكبيرة و40 من الحروف الصغيرة. طبعا عندنا هنا اللي هي مساحة زائد طباشير، ودعاء عطتنا الهابي فيس فيها. طبعا مثل ما انتم شايفين يتمكن الطفل من تعليق الحروف. حصة انت تولي التعليق وانا بشرح. من تعليق الحروف والارقام على اللوح بواسطة مغناطيس. طبعا المغناطيس نلفت نظركم الى انه هو ما يضر ولا يؤذي الطفل. فيما يخص المهارات اللي يكتسبها من خلال هذه اللعبة، فهي أولاً تعلم القراءة وذلك من خلال الكلمات اللي ركبها، وبمعاونة أهله وتوجيههم يمكن أن يتعلم التمييز بين الأبر كيس اللي هي الحروف الكبيرة واللور كيس اللي هي الحروف الصغيرة. ويتم على مرحلة حسب رغبة الأهل طبعاً، على حسب سرعة الطفل في التعلم. بعد ذلك يمكن للأهل أن يقترحون على طفلهم كلمات بسيطة يركبها ويلصقها أمامه على اللوح، أو أنه يبدأ بنفسه في محاولة كتابة كلمات يسمعها طبعا الأم أو الأب يقولونها له وهو يبتدي في التركيب. أما يعني المهارة الثانية اللي تنميها هذه اللعبة فهي مهارة عد الأرقام وتركيبها بشكل جدا تسلسلي. تعزز هذه اللعبة ذاكرة الطفل البصرية، إذ يعني يبدأ بحفظ كيفية كتابة الكلمات خصوصا إذا تكرر عليه تركيبها. بالإضافة إلى أن يمكن للولد أن يرسم ما يحلو له واللي يحبه، وممكن إحنا نقترح عليه أن يقوم برسم الحروف والأرقام اللي تشكل له فعلا خطوة أولى في مجال كتابة الكلمات. فإذا مشاهدينا هذه لعبة تمهد لمراحل الدراسة الأولى عند عيالنا، وهي تمزج ما بين التعلم والتسلية، وعلشان نصيب الهدف المنشود من الكتابة وننصحكم بمواكبة فعلا الطفل وتوجيهه في هذه اللعبة. والآن نروح معاكم إلى فيديو اليوم اليوتيوب اللي اخترناه معاكم لكم، يعكس موهبة طفل هندي ريشته الطبشور ولوحته الأرض. خلونا نشوف إبداعه ونرجع لكم.
كل شيء متوفر حوالينا نقدر نبدع فيه، بس يبي لنا كذي نظره. وانا دائما اقول احنا عايشين في عالم المفرح، فمن يعني اي شيء بسيط ممكن انا اخلق منه يعني عالم شيء كائن قائم بذاته. طبعا طالما الانسان عنده الحس الفني والابداعي مهما كانت الخامات ممكن انه هو يبدع مثل هاي الطفل اللي شفناه. نعم. وصلنا أعزائي لنهاية حلقتنا، إن شاء الله تكونون استمتعتوا واستفدتوا منها. نوعدكم بأفكار وفقرات ثانية بكرة إن شاء الله. والحين نختم مع اللي هو سؤال اليوم، قبل نشوف اسم الرابحة وبعدها نقول لها مبروك ونقول جواب اليوم اللي هو 2013، بيكون سنة 2013 الرابحة معانا هي حياة من الوكرة. حياة من الوكرة، مبروك يا حياة جائزة الألف ريال. مشاهدينا تواصلكم مع فريق الصباح رباح يسعدنا، طبعا عبر إيميل البرنامج صباح.رباح@الريان.تي في وعبر قناة الريان على الفيسبوك. بأمان الله نشوفكم غداً.